قال عضو مجلس النواب المصري محمود إسماعيل إن تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفقة القرن حسم الجدل الذي يدور حولها. وأشار البرلماني المصري أن تصريحات السيسي تدل على أن هذه الصفقة غير مطروحة على أجندة مصر من الأساس. يأتي هذا بعد أن أعلنت السعودية رفضها لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط. صفقة القرن، حتى قبل أن يكشف عنها بشكل رسمي قيل الكثير حولها، وقيل الكثير حول تقبل بل ورعاية دول عربية لها بالسر. اليوم تجيء هذه الدول وفي مقدماتها السعودية لتقشع الضباب المحيط بمواقفها. في حديثه مع وكالة رويترز للأنباء طمأن مسؤول بارز في الرياض جيرانه العرب قائلا إن المملكة لن تقبل بأي اتفاق سلام يرفضه الشعب الفلسطيني، خاصة إن استثنى ملفي القدس الشرقية واللاجئين. كما وشدد المسؤول الذي لم يذكر اسمه على أن قرار السعودية بقبول صفقة أو رفضها منوط بالملك سلمان وليس بابنه ولي العهد. نفس الموقف ردده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه أمس الأحد. مصر موقفها واضحة. هي هي موقفنا الواضح، بنقول نحن مع قوانين وكل ما خرجت من قرارات بواسطة الأمم المتحدة اللي هي المنظمة الدولية ذات الصلة بالموضوع. بنقول إن إحنا حدود ما قبل 67، بنقول القدس الشرقية دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. منذ أن وصلت الإدارة الأمريكية الحالية سدة الحكم في واشنطن وهي تروج لصفقة القرن، فيما توالت أنباء تزعم أن دولا عربية باركتها بهدف إنهاء القضية الفلسطينية وتبرير التطبيع مع إسرائيل والتحالف معها ضد إيران. هذا التوجه بلغ ذروته مع ضغوط قيل إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شنها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقبول الصفقة، وذلك عندما التقى الرجلان في الرياض نهاية العام الماضي.